وأمته من بين الأمم هي أول أمة تدخل الجنة. الله أكبر. سيدي عند ما رأي صلى الله عليه وسلم إن أبلا عند بيو مو وارد تمانا إن أبلا دبي كتزياني أنغو إذا أن أمة كنا أبلا كتزياني ردو أنغو عند ما رأي صلى الله عليه وسلم سيسونا الجنة تكبير. الله أكبر. الحمد لله أننا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عند محمد صلى الله عليه وسلم ده الأمة تكبير. الله أكبر. طيب و أن ننتسب إلى الإسلام شرف لنا. الإسلام كذا دوزة تجع. لأنه هو الدين الذي رضيه الله لعباده. بس بقى دينه وجيه صوا على كيادنا. وهو دين الأنبياء. بقى عند دوا لأديني. كل الأنبياء جاءوا بالإسلام. عند دوا ما تخص بعضنا الإسلام ولا بعضنا. من آدم عليه السلام إلى النبي محمد. من آدم سوري النبي آدم على قولهم آدم هو صلى الله عليه وسلم. مرورا بموسى وعيسى وابراهيم كلهم كانوا على الاسلام. يسمون بهم موسى ابراهيم مرنا الاسلام بقولنا عيسى نعم. فالاسلام هو عباده الله وحده. يسي الاسلام كنابل عباده قدمه الصوت الله وعلى كيما قلنا. والله سبحانه وتعالى هو خالقنا وخالق كل شيء. يسي صوت الله خالق دا جوارنا ونجنا دبينا ونجنا.